تحت رعاية مجلس رؤساء الكنائس في الأردن وبتنظيم من مكتب فضائية نورسات، أحيت الكنائس الرسولية في المملكة صلاة من أجل وحدة المسيحيين في العالم تحت عنوان لأن محبة المسيح تحثنا. وفي كلمة الافتتاح التي ألقاها الأرشمندريت ملاتيوس بصر نيابة عن راعي الاحتفال غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال الأردن وفلسطين، حيث قال فيها: إننا في لقائنا نجتمع للصلاة معا من أجل وحدتنا التي ننشدها منذ أكثر من 100 عام، حيث نلتقي حول كلمة الرب التي تجمع وتوحد وتقدس، ونحن مدعوون للعودة للذات والتوبة والابتعاد عن التشتيت والتعصب والتمسك بأفكارنا وقبول فكر الآخر، الذي ينبغي أن تربط المحبة بين قلوبهم لتكون كنائسنا ملتقا للحب والسلام. إننا جميعا بحاجة للصلاة من أجل أن تسود المحبة والوحدة بيننا، وأن تمتلئ قلوبنا بالمحبة، وأن ينزع الرب إلهنا ما فيها من غرور وكراهية، وأن تهدم كل الجدران التي أقمناها فعزلتنا عن بعضنا البعض، وأن ندعو لقلوبنا وأفكارنا ليكون فيها النقاء والمحبة. تلتقون للصلاة من أجل الوحدة بين الإخوة الذين ينبغي أن تربط المحبة بين قلوبهم لتكون كنائسنا ملتقى للحقيقة والحب والسلام، فنتمم عمل الله الخالق على هذه الأرض ونخدم البشرية. وشارك في الاحتفال غبطة البطريرك فؤاد الإطوال بطريرك اللاتين السابق والمتروبوليت فينيديكتوس متروبوليت فيلادلفيا للروم الأرثوذكس والمطران منيب يونان مطران الكنيسة اللوثرية في الأراضي المقدسة والمطران ياسر العياش مطران كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك السابق والقائم بأعمال السفارة البابوية بعمان المونسنيور روبرتو كونا والأب أنطونيوس حنا راعي كنيسة الأقباط الأرثوذكس في الأردن والقس فايق حداد راعي كنيسة الفادي الأسقفية العربية والأب زيد حبابة راعي كنيسة الكلدان في الأردن والأب زهير جيجي راعي كنيسة السريان الكاثوليك وممثلون عن المجالس والفعاليات في الكنائس الرسولية في الأردن ولفيف من الآباء الكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات وجموع من المؤمنين من كافة أنحاء المملكة. وأدار احتفالية الصلاة الأب نبيل حداد مدير مركز التعايش الديني الذي قدم كلمة ترحيبية جاء فيها: هذا جمع للإخوة وللأخوة، فما أجمل أن يجتمع الأخوة معا. وأضاف أننا جئنا لنصلي أولا للروح القدس المعزي روح الحق الذي يجمعنا، ونشكر من أنوار محبتكم نورسات التي تحرص كما في كل عام على تنظيم لقاء الأخوة للصلاة من أجل وحدة المسيحيين. في مساء للنور كهذا جئنا معا لنصلي أولا للروح القدس المعزي روح الحق الذي يجمعنا. في مساء النور هذا نشكر مع أنوار محبتكم نورسات التي تحرص كما في كل عام على تنظيم لقاء الإخوة للصلاة من أجل وحدة المسيحيين. شكراً لهذه المؤسسة المسكونية الرائدة التي حرصت منذ سنوات على أن تقوم بهذه المبادرة، حيث تتجلى الوحدة في المحبة والمحبة في التلاقي والتلاقي
أن نكون واحدا في محبة المسيح التي تحثنا. وفي كلمة قدمها المطران موسى الحاج مطران الكنيسة المارونية في القدس قال فيها: إننا في لقائنا نجتمع للصلاة معا من أجل وحدتنا التي ننشدها منذ أكثر من 100 عام، حيث تجتمع الكنائس للصلاة من أجل وحدتها. وأضاف: إننا كما كل عام نلتقي حول كلمة الرب التي تجمع وتوحد وتقدس، ونحن مدعوون للعودة للذات والتوبة والابتعاد عن التشتت والتعصب والتمسك بأفكارنا وقبول فكر الآخر. وشعار صلاتنا لهذه السنة هو محبة المسيح تحثنا على المصالحة. اليوم وفي مثل هذا اليوم من كل سنة نلتقي حول كلمة الرب التي تجمع وتوحد وتقدس، تلك الكلمة التي تعطي الحياة والخلاص. قبل موته صلى يسوع المسيح من أجل تلاميذه كي يكونوا واحدا، ونحن خلفاء الرسل نصلي مع المؤمنين من أجل أن نبقى واحدا كما طلب منا ذلك الرب يسوع. وقدم الأساقفة والأباء الكهنة ممثلو الكنائس الرسولية في الأردن نصوصا مستوحاة من المجلس الحبري لتعزيز الوحدة بين المسيحيين بالاشتراك مع لجنة الإيمان والدستور في مجلس الكنائس العالمي. واحدة سألت المولى واحدة وإياها طلبت، واحدة سألت المولى واحدة وإياها طلبت أن أقيم في بيت المولى، أن أقيم في بيت المولى لأرى نعيم الله. كما رفع ممثلو الشبيبات في المملكة الطلبات من أجل أن تتم الوحدة بين جميع الكنائس المسيحية، ومن أجل الملوك والحكام والرؤساء أن يعطيهم الرب الحكمة والرأي السديد، وأن يرحم شهداء الوطن الذين قضوا من أجل أمن وأمان بلدنا الأردن الغالي. ومثلت من خلال عدد من الأحجار التي قدمت لتبني جدار العزلة والتفرقة بين بعضنا بعضا، والتي بنيت على صخرة الغفران، وهي افتقار الحب، الاتهام بالباطل، التمييز، الاضطهاد، اللامبالاة والقطيعة، التعصب، التفرقة والقوة والنفوذ، العزلة والكبرياء. وقام الأساقفة رؤساء الكنائس بهدم هذا الجدار بصليب المغفرة، معلنين بذلك رفضهم لكل أنواع التفرقة والعزلة والدعوة للوحدة المسيحية الكاملة. وأكد المطران منيب يونان رئيس الاتحاد اللوثري العالمي أن الدعوة اليوم للصلاة من أجل الوحدة ما هي إلا تأكيد في كنائس الأردن وإصرار في مسيرة الوحدة المسيحية. ما هي الكنيسة المسيحية المثالية اليوم؟ إن الكنيسة المسيحية المثالية اليوم هي التي تتوفر فيها العناصر التالية: أن يكون فيها نظام الكنيسة الكاثوليكية وروح الطاعة بين أعضائها، ثبات الكنيسة الأرثوذكسية ومحافظتها على إيمانها، بطولة الكنيسة الأرمنية وشهادتها وغيرتها وحيواتها، شهادة الكنيسة القبطية واستشهادها من أجل المسيح، شهادة الكنيسة المارونية وبحثها عن كل عضو من أعضائها في أنحاء العالم.
حرارة إيمان الكنيسة اللوثرية وتوازنها وتقواها، تمسك الكنيسة السريانية بإيماء الآباء والأجداد، تنظيم الكنيسة الأسقفية ووقار عبادتها، وروح التبشير في الكنائس الإنجيلية. بهذه الوسيلة نحقق صلاة رئيس الكنيسة الأوحد التي نطق بها قبيل صلبه: ليكون الجميع واحداً كما أنك أرسلتني أيها الآب في وأنا فيك، ليكون هم أيضاً واحداً فينا، ليؤمن العالم أنك أرسلتني. وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في معرفة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، آمين. الإخوة والأخوات، تعبيراً وتقديراً للجهود الخيرة التي قام بها سيادة المطران منيب يونان في تحقيق هذه الخطوة، خطوة المصالحة التاريخية، تقدم الأخت مديرة نور سات الفضائية، تقدم هدية عربونة محبة وتقدير لسيادة المطران على دوره المتميز. وفي كلمة شكر للدكتورة باسمة السمعان مدير مكتب فضائية نورسات في الأردن، قالت فيها: للسنة السادسة على التوالي أخذت نورسات على عاتقها منذ تأسيسها رسالة مسكونية للكنيسة الواحدة الجامعة المقدسة، وحرصت على أن تكون رسالة مسيحية وطنية عربية وعالمية للسلام والمحبة والطلاق والوئام. للسنة السادسة على التوالي أخذت نورسات على عاتقها منذ تأسيسها رسالة مسكونية للكنيسة الواحدة الجامعة المقدسة، وحرصت على أن تكون رسالة مسيحية وطنية عربية وعالمية للسلام والمحبة والطلاق والوئام. أشكر الله أولاً على محبته وعطاياه، والشكر أيضاً لجميع الذين لبوا نداء الدعوة للصلاة من أجل وحدة المسيحيين في العالم أجمع. وأشكر صاحب الغبطة والسيادة والأباء الكهنة على منحنا بركة مسكونية مشتركة. وأتقدم بالشكر الوافر مرة أخرى لمجلس رؤساء الكنائس في الأردن على رعايته الكريمة لهذه الاحتفالية. فنورسات ستبقى بعون الله نوراً للعالم ودليلاً على درب الوحدة المسيحية الكاملة. وأخص بالشكر أيضاً جميع الأجهزة الأمنية التي تعمل دوماً على أمن وخدمة هذا الوطن الغالي. وأشكر الجوقات التي أحيت الاحتفال بترانيمها الشجية، وجميع الفرق الكشفية التي ساهمت في تنظيم هذه الساعة المباركة. وكذلك أشكر مجلس الرعية والأخوية في كنيسة مار شربل للموارنة على دعمهم لنا اليوم. والشكر أيضاً لإذاعة صوت الكنيسة التي قامت على بث هذه الاحتفالية على الهواء مباشرة، وأيضاً أعضاء المسرح الكاثوليكي على تنفيذهم لفكرة الجدار. ولا أنسى أفراد طاقم العمل في مكتب نورسات الأردن الذي يعمل دوماً بصمت في خدمة كنيسة الرب الجامعة الرسولية المقدسة. أيها الأحبة، لا بد أن نتفائل ونردد أنه مهما اشتدت المصاعب في مسيرة الوحدة، فالروح المعزي والذي يشد من أزرنا يأتي دائماً لنجدتنا
إذا منصعنا لإيحاءاته، لأن محبة المسيح تحثنا على ذلك. وفقنا الله جميعاً لخدمة كلمة الله وكنيسته المقدسة، آمين. وشاركت في إحياء الاحتفالية للصلاة من أجل الوحدة عدة جوقات من الكنائس الرسولية، قدمت خلالها عدداً من الترانيم الشجية، بالإضافة لمشاركة فرقة كشفية وموسيقية ساهمت في تنظيم الاحتفال. رائد حنا، نورسات، الأردن.